أعلنت النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للتغليف عن إطلاق دراسة اقتصادية كلية حول قطاع التغليف في الجزائر. جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث أوضح رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للتغليف أن الدراسة ستنجز مع المكتب المتخصص KPMG، وتندرج هذه الدراسة ضمن مقاربة لتطوير القطاع والتي ستسمح بتكوين نظرة دقيقة ومفصلة حول قطاع التغليف وتطوره خلال العشر سنوات الأخيرة في الجزائر. هذا وتم تقييم حجم القطاع ومكانته ضمن الاقتصاد الوطني من أجل هدف تحديد التحديات وفرص الاستثمار في هذا النشاط الجد هام. كما ستسمح الدراسة بإجراء مقارنات حقيقية للسوق الوطنية مع دول الجوار ودول أوروبا الجنوبية. حول هذا يسعدني أن نفتح نقاش اليوم مع السيد أمين مراد رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للتغليف. مرحبا بك سيدي. شكرا سيدة مروى. إذن بداية لو نتحدث عن هذه الدراسة الاقتصادية الكلية حول قطاع التغليف في الجزائر، هي سابقة من نوعها أستاذ مراد، لو تحدثنا عنها وما الذي ستحدثه هذه الدراسة في الجزائر؟ شكرا مرة أخرى سيدة مروى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أريد أن أهنئ الأمة الإسلامية والشعب الجزائري ومشاهدي قناة النهار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. للتحدث عن الدراسة، فهذه المبادرة هي بالفعل الأولى من نوعها في الجزائر، وتأمل نقابتنا من خلال تحقيق هذا المشروع توفير المعلومات اللازمة لشركاتنا. كما تعلمون، المعلومة ضرورية لاتخاذ قرارات استراتيجية في السوق التي تتغير باستمرار. طيب سيد مراد، نقابتكم استعانت بمكتب KPMG لإعداد دراسة حول سوق التغليف، يعني لماذا اللجوء إلى هذه الخطوة وما هي الأهداف؟ كما تعلمون، KPMG الجزائر هي شركة جزائرية متخصصة في مجال المراجعة المالية والاستشارات ودراسات السوق، رائدة في هذا المجال عالميا. لذلك طالبنا هذه الشركة بإجراء هذه الدراسة من أجل دعمنا في هذا المشروع الرائد لقطاعنا. طيب لو نتحدث، نحن كمتخصصين، تفضل أستاذ. نحن كمتخصصي التغليف لدينا القليل من المعلومات المتعلقة بالقطاع، فقد رأينا أنه من المهم إجراء دراسة للاقتصاد الكلي بناء على المعلومات المتواجدة في الميدان من أجل مساعدتنا على الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السوق والمساهمة في تطوير صادرات الجزائر. طيب لو نتحدث بلغة الأرقام الآن، يعني ما هو حجم قطاع التغليف في الجزائر اليوم؟ يعني الهدف لهذه الدراسة في هذه اللحظة بالتحديد هو الإجابة على هذا السؤال، لأن لا يزال حجم قطاع التغليف يعتمد بشكل أساسي على تقديرات الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع. تتناسب هذه الدراسات مع سياق خارطة الطريق التي رسمتها نقابتنا، بالإضافة إلى تنفيذ خارطة رقمية، كما سنواصل العمل الجاد لتعزيز قطاعنا وبالتالي تطوير اقتصادنا الوطني. طيب الأكيد أن التغليف لديه أبعاد عديدة، منها الصحي والتسويق خاصة فيما يتعلق بالتصدير. العديد من المنتجين خاصة للمواد الزراعية يشتكون من غياب التغليف بمعايير عالمية. كيف يمكن للتغليف اليوم أن يلعب دورا في دعم الصادرات الجزائرية أستاذ مراد؟ يعتبر قطاع التغليف من ركائز النمو، فهو غني بشركاته وخبراته. حتى الآن يتزايد تصدير مختلف منتجات الجزائرية. نحن نعمل على تطوير عبوات مبتكرة تلبي المعايير الدولية. يجب أن نقول أن منتجات التغليف لدينا موجودة اليوم في العديد من الأسواق الأوروبية والإفريقية. لذلك سنواصل بالطبع الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تصدير الإنتاج الوطني. طيب وهل هناك تنسيق مع المنتجين والمصدرين في هذا المجال؟ بالفعل قبل إطلاق هذه المبادرة استشرنا المنتجين في القطاع، ونحن نرحب بالاقتراحات وبكل فكرة جديدة
التي يمكن أن تضيف قيمة إلى هذا المشروع. جميل جدا. الحكومة ومنذ سنوات تدعم التوجه نحو الرسكلة، والأكيد أن قطاع التغليف هو من أكثر المستفيدين. ما هي النقائص المسجلة وما هو المطلوب اليوم في هذا المجال؟ نعم، تعطي الدولة أهمية كبيرة للرسكلة، لأنها ليست مجرد طريقة لحماية البيئة فقط، ولكنها أصبحت مجال لخلق فرص العمل ومصدر للثروة، خاصة لشبابنا الذين بفضل ولادة العديد يعني من الشركات الجزائرية الناشئة يبتكرون مفاهيم ويطورون أنظمة لحماية البيئة. سنكون قادرين على تقليل أوجه القصور من خلال توفير الوسائل اللازمة وتعزيز مشاركة المواطن الجزائري في عملية إعادة التدوير، والتي هي جزء من سلسلة القيمة المعقدة. إنها مساهمة الجميع وجهود الجميع هي التي سوف تؤدي هذا المشروع وغيره من المشاريع إلى النجاح. طيب سيد أمين مراد، رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للتغليف، نشكرك على كل ما قدمته لنا.